بسم الله الرحمن الرحيم. استقبالا لمساق التسويق الإلكتروني وتحديدا الفصل الرابع في التسويق بالفيديو، سنجيب الآن عن موضوع ألا وهو مصادر وأدوات بناء الفيديو التسويقي. طيب، الآن فيما يخص مصادر محتويات الفيديو، محتوى الفيديو كما أسلفنا سابقا يتضمن الصور والتصاميم والصوتيات والمؤثرات الصوتية وكثير من المحتويات، لأن كل هذه المحتويات منها جزء ممكن أن ننشئه من الصفر، أي نقوم بعملية تسجيل صوت أو نقوم بعملية تسجيل فيديو وتنقية هذا الصوت وتنقية هذا الفيديو وما إلى ذلك. هذا كلام مسموح أو هذا كلام طريقة من الطرق، ولكن هناك طرق أخرى مع ازدياد المحتويات أو مع تضخم هذه المحتويات ومع وجود السوشيال ميديا لإمكانية تشارك هذه المصادر. فهناك الكثير من المواقع التي تمتلك هذه المصادر، منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع. لذلك سيكون هذا الفيديو معرف للمصادر التي يمكن للمنتج الخاص بأعمال الفيديو التسويقي أن يستخدم هذه المصادر ويجلب منها المحتويات، ومنها سيكون سهل الوصول له، وهذا ما سنركز عليه، المصادر المجانية التي سنركز عليها. نأخذ واحدة واحدة. أولا في موضوع جلب مصادر الفيديو أو أعمال الفيديو، بنتكلم أعمال الفيديو المجانية، كيف بدي أجلب أعمال فيديو مجانية حول العالم. في عندي موقع ألا وهو بيكسلز pexels.com. هذا الموقع بمجرد ما أنه نبحث عن الموضوع أو نبحث عن الصورة أو نبحث عن المقطع اللي بدنا إياه، فبنلاقيه وبنقدر نحمله بكل إيش بكل سهولة. هذا واحد. أمر آخر، بنتكلم عن فيديو في او، هذا عبارة عن ستوك او عبارة عن مخزن فيه لقطات جودة ذات جودة عالية. هذه اللقطات ممكن تكون رسوم متحركة او لقطات من الفيديوهات فيها مقاطع صوتية وموسيقى، ايضا فيها مؤثرات صوتية. فينا نبحث عن باب الفيديو او الميوزك او الساوندز، فينا نبحث ونلاقي الاشياء الفري وبرضه نستخدمها في اعمال الفيديو الخاصة فينا. المثال الثالث، بنتكلم بيكس A B، بنتكلم هذا عبارة عن موقع مخزن في مقاطع الفيديو والصور المتحركة المجانية. فينا نبحث عن الصورة اللي بدنا إياها، عن الفيكتور اللي بدنا إياه، عن الصورة اللي بدنا إياها، وكلها بنلاقيها مجانية وبنستخدمها في إطارها. الحل الرابع برضو مصدر من المصادر، وجود الفيديوهات. بنتكلم عن كل يوم في عنا فيديو أو 10 فيديوهات مجانية ترسل إلى بريدك الإلكتروني عبر هذا الموقع ويدستيل. بنتكلم هذا المواقع اذا احنا الان حبينا اشتراك فيه او وضعنا بريد الكتروني من خلال البريد، بنستقبل كل يوم 10 اعمال فيديو، هذه بتكون معنا موجوده، بتكون بفري. طيب الان في عندنا محتويات، ركزوا معي. المحتوى في الغالب هو خاضع لحقوق الملكيه، بالذات اليوم اليوتيوب ما بيقدر أو بيفحص كل محتوى أنت بتحمله. هذا المحتوى موجود فيه عليه حقوق ملكية، بيرفض محتواك، بيرفض الفيديو تبعك. لذلك إحنا أثرنا إنه إحنا نوجد مصادر، هذه المصادر لا يوجد عليها حقوق ملكية حتى يتم استخدامها في الفيديوهات، ولا يكون عليها أي مساءلة قانونية أو أي مساءلة من قبل اليوتيوب. أول واحدة archive.org، هذا عبارة عن أرشيف مليء بلقطات من من الألعاب والأفلام واللحظات التاريخية، وحتى هو محتوى غير خاضع للحقوق النشر. المحتوى الثاني أو الموقع الثاني الذي يوجد به محتويات غير خاضعة لحقوق النشر، فيها لقطات وصور من الفضاء، هو عبارة عن موقع خاص بناسا، وكالة ناسا في تارك مجال أنه أنت أن تستخدم اللقطات اللي هي فعلا بتعملها فري حتى تصل لها وتستخدمها في أعمالك بتاعت الفيديو. الثالث، هذا موقع كريتيكال باست، احيانا بنحتاج الى لقطات تاريخيه، هذه اللقطات التاريخيه من وين بدنا نجيبها؟ هذا الموقع بيوفر اللقطات التاريخيه من اشرطه فيديو قديمه عتيقه، من محتويات خاصه بالتواريخ، بالحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، اذا بدنا نتكلم عن موضوع العلاقه في موضوع الهنود الحمر، نتكلم عن امور العلاقه في التاريخ، معارك تاريخيه معينه، احنا فيك تبحث عن هذه المعركه او فيك تبحث عن هذا الموضوع فتجذب هذا المحتوى، وهي ايضا محتوى غير خاضع لحقوق النشر والحقوق الملكيه.
طيب الآن خلصنا موضوع مصادر المحتويات. طيب اليوم نتكلم عن في عنا موسيقى ومقاطع صوتية. أيضا الموسيقى بالمناسبة بنرجع بنذكر اليوتيوب، إذا حطيت نغمة هذه النغمة عليها حقوق ملكية بيرفض اليوتيوب وممكن يعمل بلوك للصفحة تبعتك أو للقناة تبعتك. أصبح إحنا عنا مجموعة من المراجع فيها موسيقى ومقاطع صوتية ممكن نستفيد من المصادر ونجلب منها فري ساوندز. ما هي؟ هي نفسها فري ساوندز، مجموعة متنوعة من الأصوات المجانية. هاي موقع فينا نبحث عن الصوت اللي بدنا إياه أو المؤثر الصوتي، وبنستخدم المؤثر الصوتي بكل شيء. أيضا في عندي لوبرمان، هذا عبارة عن موقع في أغاني وموسيقى وأصوات يمكن استخدامها بشرط استخدام أو بشرط الإشارة لصاحب هذا الصوت أو لصاحب هذا المحتوى، حتى يكون عندك إيش قدرة أو ملكية إنك تستخدم الكلام هذا بدون أي مانع قانوني. الآن نتكلم مكتبة اليوتيوب. اليوتيوب توفر مكتبة من الصوتيات ذات الجودة العالية وأيضا مجانية. هذه المكتبة الصوتية يمكن استخدامها في أعمال الفيديو بكل حرية وبدون أي قيود وبدون أي شرط. انتهينا من موضوع المصادر. الآن جذب المصادر صار في متناول اليد. أما الآن كيفية بناء الفيديو التسويقي، يوجد لدينا مجموعة من الأدوات المجانية، يوجد لدينا مجموعة من المواقع المجانية التي لا تحتاج إلى كثير من الخبرات لأننا نستخدمها في بناء المحتوى التسويقي الخاص بالفيديو. طيب منها تطبيقات موبايل، منها أدوات مواقع تحرير وصناعة الفيديو. ناخذ واحد واحد. باور دايركتور فيديو اديتور ابلكيشن، هذا عبارة عن تطبيق هاتف رائع لتعديل وإنتاج أعمال الفيديو. أنا اليوم بصور باستخدام الموبايل، بعمل معالجة وإنتاج وتعديل على هذا الفيديو من خلال هذا التطبيق. أصبح فينا نستخدم هذا التطبيق بكل سهولة. وهي المتجر، هي عنوانه في المتجر بتاع الأندرويد أو جوجل بلاي. طيب التطبيق الآخر بنتكلم جو برو فيديو اديتور موفي ميكر. الآن لما بدي أنا أبني فيديو معين، ماكينة التصوير هي الموبايل، أداة الإنتاج وأداة التحرير وأداة المعالجة وأداة بناء الفيديو ودمج الصور ودمج الفيديوهات ودمج المشاهد أيضا عبر التطبيق عبر الموبايل. وأيضا هي الرابط للتطبيق عبر جوجل بلاي ستور. طيب فينا نستخدمه، أيضا فينا نستخدمه وهو مجاني. الموقع لومين 5، لومين 5 يعمل على تحويل المقالات إلى مقاطع فيديو. أصبح لما بنتكلم عن البلوجز أو بنتكلم عن المدونات، كيف إنه إحنا بدنا نحول المدونة أو المقال النصي إلى عمل فيديو، بنتكلم عن لومين 5 بيسهل علي موضوع إنه أبني الفيديو لأغراض التسويق وهو مجاني، وأغراض بناء اللي هو المحتوى المدونات أو المقالات، كيف أحول المقالات إلى أعمال فيديو. ايضا في عندي موضوع اللي هو بلاك ماجيك ديزاين، هذا عباره عن منتج او عباره عن موقع. هذا الموقع يعمل على تصحيح الالوان وازاله الشوائب وتلصيق اللقطات مع بعضها ايش حسب الذوق اللي انت بدك اياه. برضه موقع بيمكننا ان من عمل انتاج للفيديوهات بكل سهوله وبكل يسر، وهو ايضا موقع مجاني. طيب في عندنا جيفي، احنا بنعرف موضوع الانتاج الجفات. الجفات هو عبارة عن المقاطع القصيرة، مقاطع الفيديو القصيرة اللي بتتحرك بسهولة ولها اثر في التسويق. الان عشان انا انتج الجف او اعدل الجف او اضيف مكاتب خاصة بايش بصور خاصة بالجف، كل هذا من خلال جيفي. هو موقع عبارة عن أداة بيمكنني من موضوع إنتاج ومعالجة وإعادة ووضع التأثيرات الخاصة في مين؟ في أعمال الجيف. في عندنا لدينا أيضا اللي هو التلي بروموتر فيديو كريتور، وهو عبارة عن تطبيق بيساعد الناس اللي ما بيعرفوش ينتجوا فيديوهات تعليمية حتى يرافق النص مع المشاهد. فهو عبارة عن أداة تسهل على المتلعثمين إنه اللي بيعرفوش ينتجوا أعمال فيديو، لا أنا بحط النص مع الفيديو بطريقة معينة إنه أنت تقرأ النص المكتوب على الفيديو وهو يصور لك هذا المشاهد ويعمل دمج لهذا المشهد هو القارئ مع النص مع الصور، ويعمل مونتاج لفيديوهات قصيرة. وهذه الفيديوهات ممكن تكون عبارة عن المدونات أو البث المباشر، وتساعد كثيرا جدا في إنتاج النصوص التعليمية. وإحنا هيك بنكون إحنا قدمنا مجموعة من المصادر ومجموعة من الأدوات. هذه الأدوات والمصادر تعزز مهارة بناء المحتوى الخاص بالفيديو التسويقي، وهيك بنكون إحنا قدمنا كل ما لدينا في الإجابة عن أدوات ومصادر بناء الفيديو التسويقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.